ميزانيتك 450 دولار، 1500 درهم، 300 دينار، ايش ممكن تشتري؟ وهل ممكن تشتري فلاج شيب قديم ولا تاخذ هاتف متوسط او فوق المتوسط؟ تعالوا نحكي واقعيا عن هذا الموضوع. السلام عليكم اصدقائي، انا سيزار، برحب فيكم في قناه سيزار ريفيوز. اهلا وسهلا بالجميع. لو رحت حاليا على امازون امارات، حكيت انت معك 1500 درهم اللي هي 300 دينار 450 دولار، ايش ممكن تلاقي وتشتري؟ حتلاقي اجهزه كثيره، مثلا الجالكسي اي 52 اس، ممكن تلاقي اجهزه من ريلمي جي تي، ممكن تلاقي اجهزه من شاومي كثيره. ولكن انا اخترت جهازين، واحد غريب شوي الاختيار تبعي، لانه كثير ناس طلبوا مني سيزار احكي لنا عن جهاز الجالكسي اس 10 5G. هذا الجهاز صحيح انه قديم بس كثير ناس جربوه اداؤه كويس، هل ممكن نشتري؟ فاخذت هذا الجهاز، وانا نقيت جهاز بنفس فئته السعريه حاليا على امازون. انا بعرف حتقولوا لي في خيارات كثير افضل، بس يعني على الاقل حاولت اجيب اشي متناسق مع بعضه، فانتوا اسمعونا للاخر وانتوا قرروا. هذول الجهازين زي ما قلنا، الجالكسي اس 10 5G والجوجل بيكسل 5A، 1500 درهم 1400 درهم. تعالوا نشوف ايش ممكن انتوا تختاروا حسب التفاصيل القادمة. من ناحية تصميمية اكيد الجالكسي حيكون شكله احلى، شكله افخم، لانه اصلا لما انبنى هو جالكسي فلاج شيب، فجهاز رائد. حتلاقي عنده الـ IP68، حتلاقي عند الجوجل بيكسل الـ IP67، يعني مش بعيدين عن بعض. الشكل والتصميم بيروح للجالكسي، الجوجل بيكسل جهاز اصغر، حجمه الايد اصغر، فمسكته اريح، ممكن بعض الناس يفضلوها. فمن ناحية تصميمية انت بدك تختار الاشي اللي بيناسب ذوقك الخاص. كلا الجهازين بيعطوا ميزات، فما في نقاط هون، ولكن زي ما انتم شايفين في تقارب من ناحية الحماية، وفي ميزات جمالية افضل للجالكسي، ميزات عملية اكثر للبيكسل، فانت اختار. بالنسبة للشاشة، مع انه الجالكسي الاس 10 5G قديم، ولكن لا يزال يملك الشاشة الافضل في هاي الفئة السعرية حاليا، على الاقل في هاي المقارنة. بس بدك تصبر شوي، تستعجلش، ما تروح تشتري الجالكسي وتقول سيزار حكى لي اشتري جالكسي. صبرك يا حبيبي. النظام، وهون تكمن المشكلة، نظام التشغيل. الاندرويد اللي بيجي فيه الجالكسي اس 10 5G ببلش باندرويد 9، واعلى اشي راح يوصل له اندرويد 12 وراح يوقف خلاص. اما جوجل بيكسل ببلش باندرويد 11 وراح ياخذ 12 وراح ياخذ 13 ويمكن مش اكيد ياخذ 14. فهاي الميزه لحالها ممكن خلاص تخليك تفكر انه يا عمي ما بدي انا فلاج شيب قديم كثير وسعره منخفض نوعا ما، لا بدي الجوجل بيكسل. ليش؟ عشان موضوع التحديثات المهمه اللي هي السكيورتي وتحديثات النظام، بتضلك انت تحس انه جهازك جديد معك من هون لثلاث سنوات لقدام. اما الجالكسي لا، خلاص بدك توقف تحديثات مباشره من اليوم. بالنسبه للاداء، الجالكسي له نسختين، في نسخه بتحمل اكزنس 9820 8 نانومتر، وفي نسخه بتحمل سناب دراجون 855 7 نانومتر. الجوجل بيكسل بيحمل صحيح انه فئه متوسطه، ال 768 ال 5G 7 نانومتر، الاداء كثير كثير متقارب. وجوجل عشان جديد الجهاز وفي تناسق ما بين السوفت وير والهارد وير، راح تشوف تجربه افضل مع جوجل بيكسل 5A، فهاي النقطه بالذات برضه بعطيها للجوجل بيكسل. بالنسبه للكاميرات، صحيح انه الجالكسي عنده عده كاميرات، بس خلونا نحكي على الكاميرا الاساسيه اللي هي 12 ميجا بيكسل. هاي الكاميرا والكاميرا الموجوده الاساسيه على الجوجل بيكسل نفس الكاميرات، نفس الحساس، بضل ايش؟ معالجة البيانات، معالجة الصورة. وهون مين يتفوق؟ جوجل تتفوق، لأنه المعالج الموجود جديد والسوفت وير الموجود جديد، الجالكسي قديم، فما في مقارنة. إذا بدك كاميرا أفضل بدك تأخذ الجوجل بيكسل 5A. طبعا في كاميرا عريضة هناك، وفي هناك عنده كاميرا عريضة أكثر من كاميرا، نعم، لكن الأفضل فعليا من ناحية سوفت وير، واللي هو حيأثر وحيغير الميزان، وحتكون لصالح الجوجل بيكسل 5A. وانا جربت هواتف متوسطه من جوجل وجربت الجوجل بيكسل، بالنسبه للكاميرا بالذات راح تاخذ اداء بيرضيك تماما، فخذ جوجل بيكسل 5A. بالنسبه للصوت والبصمه، يعني اذا بهمكم كثير هذا الموضوع، الصوت حيكون افضل في الجالكسي، البصمه حتكون افضل نوعا ما في الجوجل بيكسل. بالنسبه للبطاريه، البطاريه 4500 في الجالكسي بس عنده شحن سريع 25 واط، البيكسل 4680، نعم البطارية أكبر لكن الشحن مش سريع كثير 18 واط.
فبطارية أكبر شحن أقل سرعة، بطارية أصغر شحن أكثر سرعة. يعني ممكن نسميها تعادل، ممكن نسميها تعادل، لكن النتيجة النهائية أو خلاصة الموضوع، الجالكسي S10 5G يتميز بالذات بالشاشة، عنده شاشة خرافية وعنده تصميم جميل. هذول النقطتين فقط اللي ممكن يخليكم تروح تشتري هذا الجهاز. أما البيكسل عنده سوفتوير ممتاز، وعنده أبديت، وعنده كاميرا ممتازة، وعنده يعني أداء بطارية ممتاز. فأنا بحكي لك روح اشتري جوجل بيكسل 5A، هو حيكون خيارك. لو بدنا نعمل فيديوهات أخرى في هذا المجال، إنه فلاج شيب قديم مع أجهزة متوسطة، أنتوا شو ممكن تختاروا؟ أعطوني خيارات أعملكم عنها فيديو. المرة هاي خلونا بلاش نروح كثير قديم قديم، يعني الجالكسي S10 قديم يعتبر. خلونا نختار فلاج شيب، مش ضروري سامسونج، بس يكون قديم يعني سنة أو سنتين على الأقل، ونقارنه مع جهاز متوسط. اكتبوا لي في التعليقات لو سمحتوا، واذا عجبكم هذا الفيديو اعملوا لي اخوان لايك، حطوا تعليق، اعملوا شير اذا عجبكم. خلونا نشوف هذا الفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على انستغرام وعلى تيك توك لمحتوى مختلف. شكرا جزيلا، السلام عليكم.